CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخري، صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي، في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذني. المزمور ده طويل، 50 آية، آخر آيتين في المزمور: لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك، برج خلاص لملكه والصانع رحمته لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. مع بداية السنة القبطية من حوالي شهرين كلمت وياكم عن البداية، ثم بدأت في سلسلة تحت عنوان 5 خبزات و2 سمكتين، وهي معجزة الشبع في البشائر الأربعة. وخدنا 5 خبزات بطريقة رمزية. الخبزة الأولى الكتاب المقدس رسالة حب، والخبزة الثانية الصلاة لقاء حب، والخبزة الثالثة التوبة خطوة حب، والخبزة الرابعة سر الإفخارستيا شركة حب. وفي الأسبوع الماضي تكلمنا على الخبزة الخامسة وهو الصوم خبرة حب. وهذه الخبزات بمثابة مش كلام أعرفه، لكن كلام أفهمه وعيشه وطبقه واشبع بيه. والشبع زي ما اتفقنا ان هو شكل من اشكال الممارسة، فانت لما تمارس هذه الخبزات الخمسة وتشبع بها جاوبنا على السؤال المهم اللي هو علاقتي الشخصية ومعرفتي بربنا يسوع المسيح في علاقة قوية. يبقى عندنا سمكتين. السمكة الاولى في هذه الليلة هي قانون الإيمان اللي هنسميه إعلان حب. قانون الإيمان إعلان حب. يمكن كتير مننا يعرف إن شكل السمكة هو أحد الرموز القبطية المبكرة جدا، أو الرموز المسيحية المبكرة جدا، وكان زمان يستخدموها كعلامة من علامات التعارف بين المسيحيين اللي عايشين في وسط وثني. فكان مجرد الإنسان المسيحي يتعرف على الآخر إنه يرسم على الأرض في التراب، يرسم قوس كده، كان واحد بيلعب، فإذا كان اللي قدامه مسيحي يكمل القوس فتظهر علامة السمكة أو شكل السمكة، التي هي تعبير مختصر جدا عن الإيمان بالمسيح. كلمة سمكة باليوناني نطق إكسوس أو إخسوس، وهي 5 حروف، وال5 حروف دول هي الحرف الأول من جملة من 5 كلمات. لو خدنا الحرف الأول في ال5 كلمات تطلع إكسوس أو إخسوس،
اللي هي إيسوس إخريستوس إيوس سيئوس سوتير، معناها يسوع المسيح ابن الله المخلص. ودي عبارة مختصرة عن الإيمان. فلما نقول السمكة هي قانون الإيمان، لا نتجاوز الحقيقة كثيرا. وقانون الإيمان اللي بنردده في صلواتنا، تلاحظوا وياي ان احنا بنصليه واحنا واقفين، والحاجة اللي بنعملها واحنا واقفين هي تعبير عن الصلاة، فهو قبل ان يكون قانون هو صلاة. وقانون الإيمان بنتلوه في مناسبات كتيرة، تقريبا في كل صلواتنا، في كل طقوسنا، في مناسبات الفرح، في مناسبات الحزن، في الأسرار، في الليتروجيات، نتلو قانون الإيمان هو صلاة. ولكن يعني إيه قانون الإيمان إعلان حب؟ هو ليه الإيمان يتحط في صورة قانون؟ كلنا عارفين حكاية قانون دي، يعني حاجة رسمي خالص. ليه؟ الإيمان في المفهوم المسيحي ليس مجرد اعتناق مجموعة من العقائد. الواحد يعرف شوية عقائد تبقى هو ده الإيمان، لكن هو في مفهومه المسيحي الإيمان حياة، حياة بيعيشها الإنسان. وإن شئت الدقة، هو عقيدة تقود إلى حياة، عقيدة بتبني كيانك المعرفي وكيانك الفكري وكيانك الروحي، بتملى كيانك كله، تقود إلى حياة. فبموجب هذا الإيمان أنت تعيش وتتصرف وتتعامل وتمارس حياتك التي أعطاها الله لك. يبقى الإيمان مش مجرد أفكار، أو مجرد واحد يصدق كده شوية مبادئ عن ربنا، أو يعني يعرف حاجة عن ربنا، مش ده الإيمان. الإيمان ارتباط من الصميم، من القلب، من الأعماق، وهذا الارتباط العميق جدا هو بشخص الله. وده إحساس وجداني وإحساس كياني في الإنسان، إن الإنسان بيشعر أن الله هو قائد حياته، هو مسير كل الحياة. وطبعا قبل ما أدخل يعني في التأمل، أحيانا أطفالنا يسألوا السؤال، يقول لك هو مين اللي خلق ربنا؟ مين اللي عمل ربنا؟ ما احنا نفضل نقول له دي عملها ربنا، ودي صنعها ربنا، ودي خلقها. طب مين اللي عمل ربنا؟ فبيبقى سؤال صعب. لكن أحيانا بنستخدم تشبيه لطيف وبسيط علشان نقرب هذه الحقيقة. لما يبقى في قطر قطار مكون من 10 عربات، كل عربية ما فيهاش قدرة ذاتية إنها تتحرك، ولكن أول القطار توجد قاطرة، وهذه القاطرة فيها قدرة ذاتية، فيها خزانات سولار وفيها محركات وفيها مكن. هذه القدرة الذاتية تجعل سائر العربات في الخلف تتحرك. فالتشبيه إن العربة أو القاطرة اللي في أول القطار هي تشبيه لله الذي خلق كل المسكونة أو كل الخليقة أو كل الخلائق. ده مجرد تشبيه صغير. وبنيجي نقول الطفل الصغير هو مين اللي بيشد العربية رقم 10؟ يقول لك نمرة 9. ومين بيشد 9؟ نمرة 8. لغاية ما نوصل لآخر عربية، مين بيشد نمرة 1؟ القطار، القاطرة دي. طب مين بيشد القاطرة؟ هي ماشية بذاتها. الإيمان المسيحي
إدراك حي وكياني لوجود الله في حياتي. عشان كده الكتاب المقدس يقول تعريف جميل قوي في سفر العبرانيين في إصحاح 11: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ده عبرانيين 11:1. بس هزود كلمتين عشان أوضح الآية أكتر. الإيمان هو الثقة الشخصية بما يرجى والإيقان الداخلي بأمور لا ترى. الثقة الشخصية بما يرجى، يرجى يعني فيها رجاء، والإيقان الداخلي فيها يقين بأمور لا ترى. يعني عين الإيمان ترى أبعد من العين الجسدية. وطبعا الكتاب المقدس فيه قصص كتير في هذا الأمر. والمتنيح أبونا بشوي كامل في الأسكندرية له تعابير كثيرة عن الإيمان. أحد التعابير يقول: حجم الإنسان المسيحي ليس هو حجم جسده، بل هو حجم الله الساكن فيه. أي إنسان فينا محدود، محدود بوزنه، بطوله، بسماته الجسدية، لكن ده مش حجم الإنسان المسيحي. الإنسان المسيحي يسكن الله في داخله، ولذلك يستطيع أن ينقل جبلاً. هنروح ليه بعيد؟ ما احنا في القاهرة، ومعجزة نقل جبل المقطم من القرن العاشر الميلادي من 10 قرون مضت، حوالي 1000 سنة، والمعجزة دي سجلت في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ مصر. والمعجزة دهيت اشترك فيها الكل: أبونا البطرك بتاع ذلك الزمان الأنبا إبراهام ابن زرعة، ثم كل الكنيسة، إكليروس الكنيسة، وكل الشعب، حتى إنسان كان يعني ملوش ذكر في المجتمع، سمعان الخراز، ويشارك وينتقل أو ينقل الجبل. ولذلك الإنسان المسيحي يقول الآية: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أستطيع كل شيء لوحدي إزاي؟ ما أنا إنسان عادي زي بقية البشر، إمكانياتي محدودة، أفكاري محدودة، قدرتي الجسدية محدودة، لكن أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، أو بالمسيح الذي يقويني. يعني كأن الإنسان يختفي في شخص المسيح، والمسيح هو الذي يعمل، وبذلك يستطيع الإنسان أن يعمل كل شيء، أو يستطيع كل شيء. على كده الإنسان المؤمن المسيحي ليس هو الذي ينادي بفكرة الله. ما في ناس عندهم ربنا ده فكرة، فكرة من ضمن الأفكار. لكن الإنسان أو المؤمن المسيحي هو الذي يقبل الله إلها له، محورا لكيانه كله، موجها لكل حياته. بتعجبني كتير قوي عبارات داود النبي اللي بيقول: جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. هو اللي قدام عيني على طول. وبقت مفاعيل الإيمان المسيحي مش هي سلوكنا اللي بره، ده بقت حتى أفكارنا. ده أنا ممكن أقعد ويا أب اعترافي وأقول له: يا أبونا في فكرة مش مناسبة أنها تبقى في عقلي. حتى الأفكار، حتى المشاعر، حتى السلوكيات، لأن الله يملأ كيان الإنسان. ومن هنا يا إخوتي جاء تعبير الأرثوذكسية، أي العقيدة المستقيمة أو الطريقة المستقيمة لتمجيد الله. في كده خط مستقيم بين الإنسان وبين الله في إيمانه.
قانون الإيمان، السؤال ليه تحط في صورة قانون؟ ليه الإيمان نحطه في قانون؟ ليه؟ القانون دائما له صياغات جامعة مانعة، التعبير ده مشهور، القانونيين يعرفوه. صياغة القانونية دائما جامعة شاملة، ولكن في نفس الوقت مانعة، مانعة لأي التباس أو أي تغيير أو فهم خاطئ، هي صياغة محددة. وعلى هذا الأساس كل إنسان مسيحي في العالم يتلو قانون الإيمان. يعني خلينا نعرف إن ده مسيحي منين، إنه يكون بيقول قانون الإيمان. زي مثلا نسمع عن شهود يهوى، شهود يهوى لا يقولون قانون الإيمان، وبالتالي هم غير مسيحيين. فقانون الإيمان يتلوه كل إنسان مسيحي شرقا وغربا، وهو العلامة المميزة للإنسان المسيحي. وقانون الإيمان فيه 178 كلمة. خد بالك من الإحصائية اللطيفة دي، 178 كلمة، لكن 178 كلمة دول كلهم من الإنجيل، من الكتاب المقدس، فهو صياغة كتابية. الأهم من كده إن 178 كلمة دول اتحددوا واكتملوا في 106 سنة، بدءا من مجمع نيقيا 325 والقسطنطينية وأفسس 381 و431. لما تجمع كده من 325 ل 431 هتلاقي 106 سنة. وتخيل كده ان هذا القانون كل كلمة فيه مختارة بمعيار الذهب. ده مش كده وبس، ده كمان هذا القانون اشترك في وضعه 668 بطرك وأسقف في المجامع الثلاثة، مجمع نيقيا، مجمع القسطنطينية، ومجمع أفسس. تصور بقى 178 كلمة يشترك في حطها في وضعها 668 بطريرك ورئيس كنيسة وأسقف ومطران. إيه إذا القانون ده بقى مش حاجة سهلة. لكن القانون كله هو إعلان حب الإنسان لربنا يسوع المسيح واللي عمله وفدائه على الصليب. وبيحكي كده القصة كلها بقصة تجسد السيد المسيح وقصة فدائه وخلاصه الإنسان بترتيب تاريخي واضح جدا. قانون الإيمان بدأت المسيحية واحدة، كانوا يسموها زمان أتباع الطريق، لكن في سنة 325 وما قبلها بقليل ظهرت بدعة، وظهرت في الأسكندرية وكان صاحبها أريوس. وظهرت هذه البدعة وهرتقى في الإيمان، وكان ملخص هذه البدعة اللي نشأت بغرور وبكبرياء أريوس أن المسيح ليس إلها، ليس هو الله. وأريوس الهرطوقي أراد أن ينشر هذه البدعة، وقال كده المسيح ليس أزليا، وابتدى يأخذ بعض اقتباسات من الكتاب المقدس أساء فهمها وأساء شرحها، وخلته يمشي في موضوع الهرطقة. فاجتمع المجمع بأمر الملك قسطنطين، وكان يعتبر أول مجمع في تاريخ المسيحية يجمع قادة الكنيسة المسيحية شرقا وغربا. 318 يحتروا، ناقشوا كتير
وناقشوا أريوس وأصدروا عليه الحكم بهذه الهرطقة، لكن عشان يحفظوا الإيمان وضعوه في قالب قانوني. بالحقيقة نؤمن بإله واحد زي ما كلنا عارفين وحافظين. لكن بعد حوالي 50 سنة أو أكثر قليلاً ظهرت بدعة أخرى، كانت بدعة مقدونيوس، وده علم أن الروح القدس ليس هو الله. كنيسة عملت نفس الفكر، واجتمع الآباء في الكنيسة المسيحية شرقاً وغرباً وأكملوا قانون الإيمان، أكملوا وضعه. القانون الجزء الأول انتهى عند عبارة نعم نؤمن بالروح القدس ونقطة وخلص الجزء الأول. الجزء الثاني ابتدى من عبارة الرب المحيي المنبثق من الآب وشرح وضعية الروح القدس لغاية وحياة الدهر الآتي، آمين. المجمع الأول كان في نقية، المجمع الثاني كان في القسطنطينية، المجمع الثالث في أفسس، وده لما ظهر هرطوقي ثالث يدعى نسطور، وهو الذي قال أن العذراء مريم هي والدة جسد المسيح فقط. ناقشوا الموضوع، طلع إنسان يحرف في الإيمان، فوضعوا ما نسميه مقدمة قانون الإيمان خص العذراء، اللي هي معروفة في القطعة اللي بنقولها باستمرار كمقدمة: نعظمك يا أم النور الحقيقي. وحدد بألفاظ محددة العذراء مريم وضعيتها إيه، وده كان في المجمع أفسس، وده كان سنة 431 ميلادي. ووضع قانون الإيمان ومقدمته، وصار القانون ومقدمته صاروا إعلان حب. عشان كده أنا عايزك تعرف أن قانون الإيمان هو بالحقيقة السمكة الأولى في هذه الخبزات والسمكتين. أحيانا بنقول قانون الإيمان ده بسرعة، لكن قانون الإيمان ده مجال للتأمل واسع جدا، ومجال تتلامس فيه مع إعلانات الحب اللي قدمها المسيح لنا في كل كلمة من كلماته. قانون الإيمان بنعتبره هو الخلاصة السريعة عن الإيمان المسيحي. يعني لما بنيجي نتكلم فيه بيتكلم عن لاهوت الله الآب ولاهوت الله الابن ولاهوت الروح القدس، وكل واحد يشرحها باختصار. وزي ما قلت لك كل كلمة في القانون كلمة ذات أهمية شديدة. يعني مثلاً في لاهوت الله الآب يقول الله ضابط الكل، خالق السماء والأرض، خالق كل شيء ما يرى وما لا يرى. في لاهوت الابن يقول الوحيد المولود من الآب، به كل شيء أو به كان كل شيء، تعبير. لاهوت الروح القدس يقول الرب المحيي يعطي الحياة، المنبثق من الآب، ويكمل إلى آخر. ثم يتكلم عن لاهوت وسمات الكنيسة، الكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ويتكلم على سر المعمودية. طبعا ضروري خدت بالك أن السمك بيعيش في المية، والسمك بيقدم للإنسان صورة إعجازية لأنه بيعيش في المكان اللي يموت فيه الإنسان. يعني المية دي سر هلاك للإنسان، لو نزل فيها دقيقة واحدة يغرق.
فالسمك له صورة إعجازية للإنسان لأنه يعيش حيث يموت الإنسان. وقلت لك قبل كده أن العلامة ترتليان، أظن الأسبوع اللي فات، أن العلامة ترتليان هو صاحب العبارة اللطيفة اللي قال كده: نحن السمك الصغير بحسب سمكتنا الكبيرة، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شاء فولدنا في الماء. ثم في قانون الإيمان يتحدث عن عقيدة قيامة الأموات، وفي النهاية يتحدث عن عقيدة الحياة الأخرى والدهر الآتي. آمين. بيشرح رحلة الإيمان دي كلها وبيقدمها للإنسان وبيقول له: خلي إيمانك واضح واضح. زي ما قلت لك في أول حديثي أننا نصلي قانون الإيمان ونحن وقوف، فهو صلاة. ثم في قانون الإيمان نتذكر الآباء الذين تعبوا في مواجهة هذه الارتقاءات. فمثلا في المجمع المسكوني الأول، مجمع نقية، ودي المجامع اللي احنا بنعتبرها في تاريخ الكنيسة غير مجمع الآباء الرسل في الكنيسة الأولى، مجمع المسكوني الأول في نقية ظهر فيه وبرع نجم الشماس أثناسيوس، ثم رسم كاهنا وصار فيما بعد بطريرك الكنيسة رقم 20. والقديس أثناسيوس الرسولي اللي دافع وضع كتب كثيرة، وضع كتاب تجسد الكلمة، ووضع كتاب ضد الوثنيين، ومقالات ورسائل فصحية كثيرة. هذا القديس أثناسيوس عاش عمر طويل منفي، نفي 5 مرات وتحمل أتعاب كثيرة. كل ده ليه؟ من أجل إيمانه. وكلنا نعرف أن القديس أثناسيوس صاحب العبارة الشهيرة لما قالوا له: خلاص بقى يا أثناسيوس، ده العالم كله بقى أريوسي، كل العالم صار تبع أريوس، قال لهم الإجابة التي لا يستطيع أن يقولها إنسان إلا إذا كان صاحب إيمان قوي، وقال كده: وأنا ضد العالم. واحد يقف يقول أنا ضد العالم؟ مين ده؟ لكن لأن المسيح يسكن في قلبه استطاع أن يقول هذا. وانت بتقول قانون الإيمان بتتذكر الآباء الذين تحملوا الكثير في أو بسبب أنهم يحفظون هذا القانون وهذا الإيمان نقيا. يعني قانون الإيمان اللي احنا بنقوله كده ما بياخدش دقيقة أو نص، وقلت لك عملوه في 106 سنة. تذكر الأتعاب اللي جعلت النهاردة يصل لنا الإيمان نقيا وقانونيا، وأي هرطقة تطلع نيجي نقيسها على قانون الإيمان. قانون. فأنت واقف كده بتشكر ربنا وانت بتقول قانون الإيمان، بقول له: يا رب أشكرك أنك لغاية هذا الزمان وعبر 20 قرن من الزمان وإيمانك المستقيم يحيا في كنيستنا، وإيمانك ده يا رب غالي علينا جدا، والأباء اللي تعبوا في تقنينه وفي وضعه، زي ما قلت لك كل كلمة مأخوذة من الكتاب المقدس، يعني مش قاعدوا يألفوه، ده كل كلمة من الإنجيل. هذا القانون له ثمن غالي، عشان كده سمينا أثناسيوس البطريرك العظيم، سميناه حامي الإيمان القويم، حامي الإيمان القويم. يبقى وانت بتقول قانون الإيمان دي صلاة وشكر لنقاوة الإيمان. الحاجة الثالثة انك لما تقول قانون الإيمان انت بتقرأ
نصوص من الكتاب المقدس، بتخلي كلمة الله الحلوة والشهية في فمك. وطبعا كلمة الله دايما مصدر عزاء أو مصدر راحة للإنسان. لما نيجي نقول قانون الإيمان، هقف وياك بس لحظة كده على المقدمة بتاعته، نقول كده: بالحقيقة نؤمن بإله واحد. بالحقيقة، عشان ما حدش يفكر في أي فكرة آخر. فالمسيحية تؤمن بإله واحد، بالله الواحد. والآيات في الكتاب المقدس كتيرة جدا. في العهد القديم في سفر التثنية يقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. وأيضا في نفس السفر يقول: أنا هو ولا إله معي. وسفر أشعياء يقول: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. في العهد الجديد يقول: ليس أحد صالح إلا الواحد وهو الله. ويقول في موضع في رسالة رومية: الله واحد، تعبير واضح. وفي كورنثوس الأولى: لنا إله واحد. وفي كورنثوس الأولى 12 يقول: الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. وعندما نتحدث عن الله الواحد، نجد امتياز وانفراد المسيحية أن هذا الله الواحد اقترب إلينا في ملء الزمان. واقتراب الله للإنسان في سر التجسد أو في تجسده، هذا الاقتراب اقتراب الحب. كلكم حافظين الآية بتاعت يوحنا 3:16 اللي بنسميها زي ما قلت لكم الإنجيل الصغير: هكذا أحب الله العالم. عايز أتوقف قليلا وأقول لك أن الله الذي خلق الإنسان يعرف أن مفتاح الإنسان هو الحب. أي إنسان في الوجود، مفتاح قلب الإنسان إنك تحبه، إنك تحب الإنسان. وبالتالي الله الذي خلقنا يعرف مفتاح كل إنسان، مفتاح البشر. طب مفتاح البشر إيه يا رب؟ قال: الحب. ولذلك سأصل إلى الإنسان الذي أحبه وأفديه وأخلصه وأرفع عنه ضعفه وأقف جنبه. الحب لا يصلح فيه المراسلة، والحب لا يصلح فيه البعد. صور كده مثلا لو في أم بتحب ابنها طفل الصغير، بس الواد يعني بيتشقى شوية، تقول له: خليك بعيد كده وأنا بحبك من بعيد وهجيب لك تاكل وتشرب وتلبس. يقول لها: يا ماما مش ده الحب، ده الحب إنك تقعدي جنبي، والحب إنك تلعبي ويايا، هو ده الحب، الاقتراب. وهذا ما نسميه سعادة التواجد. في المسيحية يتواجد الله في قلبنا ونتواجد في قلبه. هي دي السعادة، هي دي فرحة المسيحية، هو ده الإنجيل. ما كلمة إنجيل زي ما برضو نعرف، إنجيل يعني بشارة، بشارة مفرحة. وده اللي قاله الملاك في يوم ميلاد المسيح: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هو ده خلاصة الإيمان، وهي دي النقطة الأساسية في الإيمان. نؤمن بالله الواحد، ولكننا عندما ندخل في أعماق الله، ده اقترب إلينا وتنازل وتجسد من أجلنا.
حينئذ نفهم كلمة الآب بمعنى الأصل أو الأوريجين، وكلمة الابن وهي كلمة خالية من كل تناسل أو جنس، وكلمة الروح، الروح القدس. فالله كائن بذاته ناطق بكلمته، حي بروحه. وهذه الصفات التي نقولها نسميها الأقانيم الثلاثة باختصار شديد خالص. والتشابيه اللي بتشرح الحاجات دي كتيرة، ولكن أرجع وأقول أن بداية قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد. فوحدانية الله هي حجر الأساس في إيماننا المسيحي. وحتى لما بنيجي نرشم الصليب بنرشمه عشان نقدر نعيش في علاقتنا بالله، ونقول باسم الآب والابن والروح القدس، نختم بهذه الكلمة: الإله الواحد أو الله الواحد، آمين. مهم خالص إن احنا نبقى فاهمين كده. وطبعا قانون الإيمان له شرح كتير وله معاني، شرحه ياخد وقت كتير وتفاصيله، لكن أنا عايزك تطلع بمفهوم أن هذا القانون هو إعلان الحب. إعلان الحب من الله للإنسان ومن الإنسان لله. عايزك تعرف كمان أن إيماننا وعقيدتنا، عقيدتنا الأرثوذكسية، بتقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية، وده اللي بنشوفه واضح في قانون الإيمان. كل عقيدة في كنيستنا هي عقيدة كتابية من الكتاب المقدس، ما عندناش أي عقيدة من خارج الكتاب، كل العقائد مأخوذة من الكتاب ومتأصلة في الأصفار ومشروحة بطرق كتيرة. لكن العقيدة الكتابية اللي هي مبنية على الأصفار نحذر فيها من خطورة الآية الواحدة. واحد يروح مطلع آية كده، يروح واخدها خارج الإنجيل ويبتدي يبني عليها عقيدة ما تبقاش مسنودة. ولذلك العقيدة نجد لها جذور في الكتاب يخدمها أكتر من مصدر وأكتر من سفر وأكتر من نص. فالعقيدة هي عقيدة أصيلة، وهذه العقيدة الأصيلة مبنية على أصفار الكتاب المقدس، ولذلك إيماننا الأرثوذكسي إيمان كتابي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن عقائدنا كلها آبائية. آبائية يعني إيه؟ يعني مشروحة بواسطة الآباء، زي ما جبنا سيرة العظيم في البطاركة القديس أثناسيوس الرسولي، وإحنا بالمناسبة ده هي الشهر الجاي إذا أراد ربنا وعشنا نفتتح مزار القديس أثناسيوس الرسولي اللي موجود في أسفل الكاتدرائية، والمكان اللي موجود فيه أيضا فيه مدافن بحسب ثلاثة من الآباء: أبونا مخيل إبراهيم نيح أظن 76، والمتنيح نيافة الأنبا صاموئيل اللي استشهد في حادث المنصة في وقت الرئيس أنور السادات سنة 81، وأيضا المتنيح الأنبا غريغوريوس اللي تنيح في عام 2002. ويبقى المزار ده مزار، وهيبقى فيه بعض المشاهد اللي بتسجل لنا تاريخ الآباء المعاصرين، ويبقى مكان للصلاة
ويبقى مكان جيد نتذكر فيه أباء من القرن الرابع الميلادي زي القديس أثناسيوس، وأباء من القرن العشرين زي اللي ذكرت اسمهم. فبقول الصفة الثانية في العقيدة أنها أبائية مشروحة بواسطة الآباء، الآباء القديسين. ولما بلاقي القديس أثناسيوس أو كيرلس عمود الدين أو القديس ديسقوروس بطل الأرثوذكسية أو الآباء الأوائل دول كلهم بيشرحوا العقيدة وبيشرحوها من خلال مجامع، سواء مجامع مسكونية أو مجامع مكانية، بيشرحوا العقيدة عشان نبقى فاهمينها. إذن العقيدة الأرثوذكسية لما بنعيشها هي مبنية على أساس الكتاب المقدس، مأخوذة من الكتاب، مشروحة بالآباء، معاشة في الكنيسة. هو ده باختصار شديد جدا. قانون الإيمان يشرح كل المراحل ويشرح تاريخ مسيحيتنا وتاريخ إيماننا. وعشان كده يقول لك وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، دي إشارة تاريخية. أصل إيماننا ده إيمان محدد في التاريخ، ظهر إزاي وابتدى إمتى، وكان في والي اسمه بيلاطس البنطي وعاش من سنة كذا لسنة كذا. فليس الإيمان مجرد تعبير هيلولية ملهاش حدود، لكن الإيمان محدد. عايز اختصر لك قانون الإيمان في ثلاث كلمات: الله خلق، ومشروحة في القانون. والكلمة الثانية: الله خلص، خلص الإنسان، خلص الإنسان من خطيته، ولا يستطيع أحد غير المسيح أن يمسح الخطية، فليس بأحد غيره الخلاص. والكلمة الثالثة: الله خلد، خلد يعني جعل للإنسان خلود وحياة جديدة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. خلق وخلص وخلد. وتلاحظ الثلاث كلمات دول متشابهين جنب بعض، لكن لو خدت الحرف الأخير في كل كلمة تظهر أمامك كلمة قصد الله. هذا هو قصد الله: أوجدك، خلقك، ولكن الإنسان تاه وبعد وسقط في المعصية في آدم باكورة البشر، آدم وحواء. ولكن الله من حبه لم يترك الإنسان، فجاء لكي ما يخلصه، ولا يتركه في الأرض، ولكن أيضا عاد إلى السماء وصعد إلى السماء لكي ما يعد له مكانا، لكي ما يكون له خلود ونصيب في السماء. قانون الإيمان قطعة صلاة تدعوك إنك تعيشها، تفهمها، تتمتع بيها، وتصير بمثابة السمكة أو سمكة من سمكتين تتأمل فيها. وممكن أوي تاخد قانون الإيمان ده تقعد تتأمل فيه مثلا صوم كامل، وتعيش فيه آياته، كل كلمة مكانها فين والآية بتاعتها إيه، وتعيش فيه قراءاته، وتفهم الآباء اللي تعبوا في إيجاده في هذه الصيغة القانونية. هذه هي واحدة من السمكتين، سمكة قانون الإيمان اللي هو إعلان حب. وعلشان تعيش في فكر الإيمان أحبك لما ترجع البيت تقرأ سفر العبرانيين أو رسالة العبرانيين إصحاح 11، وهو الإصحاح اللي بنسميه إصحاح الإيمان. وده إصحاح مهم جدا، وكله بيشمل وبيتكلم عن تعريف الإيمان والذين عاشوا بالإيمان. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن يكون إيماننا حي ومستقيم، يمجده في كل حين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.